كتوفري على الجزر والصابون في المنزل، عمر من هذا الفيديو هذا ما غادي تستغني على هذه الخلطة الرهيبة والعجيبة ليك. وبقاي مع هذا الفيديو حتى الأخير باش تستفدي من كل دقيقة فيه، لأنك غادي تستفدي وتدعي معايا دعوة الخير. السلام عليكم العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة مزيان؟ سمحوا لي على هاد الغيبة اللي غيبت عليكم، راكم عارفين يعني المناسبة ديال العيد ضروري أننا نكون مع الحباب ونعطيهم وقتهم ونفرحوا معاهم، لأنه هذيك اللمة ما كتعاودش تكون إلا يعني في مناسبة أخرى. وكذلك واخا عيدت عليكم بوست، ولكن هنا كنعيد عليكم، كنقول لكم عيد مبارك سعيد. كنتمنى منكم خوتي انكم ما تنساوش اختكم سناء باللايك فضلا وليس امرا، وكذلك تضغطوا على الزر اللي بالاحمر وفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد ديالنا. يلا نمشيو الان لتحضير الوصفه. نبداو على بركه الله الوصفه ديالنا اللي غادي نحتاجوا فيها الجزر اول مرحله، لانه هاد الوصفه هذه فيها مراحل، تبعوا معايا وما تخليو حتى شي مرحله تفوتكم باش تعرفوا الوصفه من الاول حتى الاخير. اول شيء كيف ما شفتوا خوتي، نقيت الجزر ديالي اللي بالطبع اننا غسلتها في الاول، وغادي يعني نبشرها في المكان يعني الصغير يعني ماشي الكبير. هانتوما كيف ما شفتوا في هاد الاثناء راني بشرتها، وفي هاد الاثناء غادي نخليها 5 دقائق وغادي نرجع ليها. علاش؟ لماذا؟ لانه باش يطلق لنا هذاك الماء المستخلص اللي حنا محتاجينه. هانتوما كيف ما كتشوفوا المستخلص اللي حنا محتاجينه ها هو بدا يعني بدا كيخرج. وفي هاد الاثناء هادي يعني من الافضل البنات يعني تعصروه بالايادي ديالكم، لانني عصرته في الصفايه ولكن ما عطانيش هذاك اللب اللي انا بغيت. هانتوما حتى يعني ما كتبقى ولا نقطه ماء فيه، هانتوما كيولي ناشف. وغادي نكمل هاد المرحله كامله كيف ما كتشوفوا في الصوره. نقول لكم البنات غادي تشوفوا هاد الوصفه هادي وتعرفوا علاش كتصلح، وغادي تعطيوني دعوه الخير. وفي هاد الاثناء غادي نجيبوا الصابون اللي ضروري ومؤكد انه يكون بدون رائحه، من الافضل بدون رائحه، كنأكد عليها. غادي نبشر هنايا البنات كيف ما شفتوا في المبشره الصغيره اللي عندها يعني سنينات ديالها صغارين. هانتوما هي فقط نصف صابونه، يعني ماشي صابونه كامله. هانتوما يعني ما شاء الله عطاتني كميه اللي غادي نحتاجها. والقوام كيف ما كتشوفوا كنوريكم حتى القوام ديال الصابون. في هذا الاثناء غادي نرجع الصابون لهذا القدر هذا ديال الزاج باش تسهل عليا طريقة او تحضير الوصفة، وكذلك للمكونات اللي غادي نضيف ليها. غادي تشوفوا ما شاء الله الروعة. في هذا الاثناء كيف ما شفتوا خوتي هنايا راني سخنت او وضعت النار يعني الماء على النار حتى لدرجة الغليان، يعني حتى تطلق لنا السبولة باللغة المغربية. وضفته على الصابون مع التحريك، وهنايا غادي نخليه 5 دقائق، غادي نغطيه ونخليه 5 دقائق وغادي نرجع ليه. في هاد الأثناء بديت التحريك، ضروري من التحريك والمزج باش الصابون ديالنا يولي على شكل كريمي. وفي هذا الاثناء غادي نضيفوا ملعقه نشا الذره اللي هي خطيره ومهمه في هذه الوصفه هذه، وكذلك رهيب. والسر اللي شاركت معاكم اللي ما كنستغناش عليه نهائيا
في هاد الوصفه هذه فاش كنطبقها على الجسم ديالي او على البشره ديالي، هو هاد الخليط الرهيب اللي متكون من الحناء يعني مدعوقه، وكذلك الغسول المغربي المدعوق يعني على شكل بودره، وكذلك النيله الزرقاء الاصليه الموجوده يعني عند العطار، وكذلك الناس اللي متواجدين في الدول يعني العربيه الاخرى غادي يسولوا على النيله الزرقاء المغربيه، غادي يلقاوها عند الناس الاختصاصيين في التجميل، ويعني كيبيعوا اشياء اصليه. انا كنأكد عليها البنات، كنأكد انه النيله الصحراويه الزرقاء تكون اصليه، الا ما كانتش اصليه غتاثر عليك في الجسم ديالك، لانه الاصليه رهيبه وخطيره للجسم باسره. فهاد الأثناء هذه كيف ما شفتوا كنمزج العناصر مع بعضها حتى تتولي على شكل كريمة. هانتوما ضروري ومؤكد، هانتوما كيف ما كتشوفوا مازال كنزيد نحرك، ما بغيتش نقطع هاد يعني هاد المقطع هذا باش نوريكم يعني على الشكل ديالو كيفاش خاصو يكون. هانتوما يا، وفي هذه الاثناء كيف ما شفتوا قلبت الكاميرا باش نشرح لكم يعني لاش كيصلاح، وكذلك فوقاش نستعملوه هذا الخليط البنات. فوقاش نستعملوه؟ نستعملوه فاش نكونوا مثلا غاديين يعني للحمام او داخلين ندوشوا في المنزل ديالنا، ونطبقوه على البشره ديالنا وعلى الجسم كامل. هو هذا البنات راه تبريمه خطيره، وبزاف بزاف 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 ديال التعاليق، يعني تعاليق كنلقاها ما شاء الله تيسولني سناء ما هو سر بياض الجسم ديالك، لان كنشوفوا ما شاء الله اليديدات ديالك بيض والوجه ديالك بيض، وما كتحطي حتى شيء مسحوق على البشره ديالك، وما شاء الله شنو كتستعملي. البنات انا راه ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه، اي حاجه كنستعملها كنشاركها معكم. هذا البنات من الاشياء اللي كنستعمل، وكذلك من الخلاطات اللي كنستعمل هي هذيك النيله والغسول والحناء، لانه هاد الوصفات هادو البنات كل ما كانت طبيعيه كل ما كتعطيه واحد المفعول وواحد القوه وواحد الجماليه للبشره ديالنا. بغيتي تبياضي وتولي ما شاء الله كترتي وبحال شي يعني كما تنقولها بالمغربيه كي بحال شي بيضه مسلوقه، هي تبعي هاد الخلطه هذه وتبعي الوصفات ديالي، لانه الحمد لله والشكر لله هذه الشهاده ديال المتتبعات ديالنا، انه الوصفات ديالنا ونجاح كبير عند بزاف ديال المتتبعات، والحمد لله هذه هي المصداقيه ديال القناه والمصداقيه ديال الوصفات. كنتمنى لكم نهار مبروك، واستعملوا هاد الوصفه هذه ورجعوا عندي ردوا عليا الخبر.